في المناطق السورية المحتلة استمرار اختطاف المدنيين وسرقة الموارد معاناة مستمرة. لنتابع. تستمر انتهاكات الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تصون حقوق الإنسان وممتلكاته، وسط استمرار غض الطرف من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. وفي هذا السياق وثق مركز توثيق الانتهاكات اختطاف الفصائل الإرهابية التابعة لتركيا خلال شهر أيلول سبتمبر المنصرم 52 مدنياً من منطقتي عفرين وإعزاز المحتلتين، بعضهم مرحلون قسراً من تركيا. المركز أوضح أن المختطفين تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة التهم الموجهة لهم، فيما طالب الخاطفون ذويهم بمبالغ مالية للإفراج عنهم. وفي شأن ذي صلة، ذكرت مصادر إعلامية أن الفصائل الإرهابية أقدمت على سرقة موسم 100 شجرة زيتون في قرى سنارة وقرمطلق وأرندا التابعة لناحية شيخ الحديد في عفرين المحتلة. وفي ناحية بلبل، أقدم إرهابي ما يسمى بصقور حيان على سلب موسم 910 أشجار زيتون تعود ملكيتها لسكان عفرين المهجرين قسراً. هذا وتشهد المناطق المحتلة من قبل تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها انتهاكات شبه يومية من قتل وخطف ومصادرة للممتلكات وفرض للإتاوات ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتغيير ديموغرافية المنطقة. ومعنا من ريف حلب الشمالي إبراهيم شيخو، ناشط حقوقي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، استمعت إلى التقرير، تقييمك للمعلومات الواردة فيه؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، إن ما ورد في تقريركم انتهاكات في مناطق المحتلة في ريف حلب الشمالي وتحديدا في ريف عفرين طبعا، ونحن بدورنا كمنظمة حقوق إنسان عفرين وثقنا عدد من هذه الانتهاكات في مجال الاختطاف والاعتقال وأيضا في مجال قطع الأشجار، سرقة موسم الزيتون. كما نعلم لم تنضج الموسم الزيتون بعد وتحتاج إلى شهر آخر، لكن وعلى الرغم أن الموعد الرسمي يتم إعطائه من قبل سلطات الاحتلال التركي غرفة الزراعة، لكن نشهد بأن عملية سرقة موسم الزيتون بدأت في أواخر شهر آب أغسطس المنصرم وحتى الآن، وتشهد عمليات السرقة وخصوصا مقطع فيديو مصور للأرملة الكردية التي تصرخ وتقول بأن 100 شجرة زيتون تم سرقتها في ليلة واحدة. هذا هو حال المناطق المحتلة في ظل انعدام الاستقرار، في ظل الفوضى الخلاقة وأيضا الحالة الفصائلية وعدم استتباب الأمن طبعا، بالإضافة إلى ذلك بأن هناك دعم مباشر من سلطات الاحتلال التركي لهذه الفصائل التي تقوم بارتكاب كل أنواع الانتهاكات والجرائم التي ترقى جرائم الحرب وجرائم قضاء إنسانية. وتركيا بصفة دولة الاحتلال تقوم بدور المتفرج دون أن تتحرك ساكنا في اتخاذ أي إجراء رادع بحق هؤلاء، والعكس من ذلك لا تقبل بسماع شكوى من أي مواطن كردي الذي تقدم الشكوى لدى جهات الاحتلال سواء في خطف أو اعتقال أو باعتداء على الممتلكات أو سرقات، أو حتى إذا أقدم على تقديم شكوى سيكون هذا الشكوى ينقلب ضده. لذلك نرى بأن مناطق المحتلة وخاصة عفرين هي التي تتعرض للإبادة العرقية في ظل ارتكاب مزيد من هذه الانتهاكات بشكل شبه يومي، ليس يوم واحد، يعني لا يكاد أن يمر يوما وإلا ونسمع بخبر اعتقال أو اختطاف أو سرقات زيتون أو اعتداء على حتى النساء. هذه الانتهاكات التي قل أن نجدها في مناطق سورية أخرى على غرار ما نشهده في عفرين، في عدم قيام الجهات الدولية المعنية ومنظمات حقوقية بدورها، في ظل عدم تحرك الحكومة السورية للمطالبة بردع هذه الانتهاكات بمحاسبة هؤلاء في لقيام دورها الدبلوماسي في مجلس الأمن أو أمم المتحدة وغيرها. لذلك نرى أن أهالي العفرين هم الوحيدين الذين واقفين في وجه وصامدين في وجه هذه الانتهاكات ضد أحد الفصائل المرتزقة ومجرمين والذين ارتكبوا كل أنواع الموبقات والجرائم.
أو الاختطاف المدنيين، هل من تفاصيل إضافية؟ هناك حديث عن اختطاف 9 مدنيين في ريف عفرين. طبعا اختطاف اليوم، يعني حتى أن هناك مواطنين آخرين تم اختطافهم أو اعتقالهم، وأيضا يوم أمس أفرجوا عن 4 مواطنين لقاء دفع أدوات مالية. كل هذه الاعتقالات طبعا شهدنا في قرية أو بقبل العمشات في معبط لوحدها 7 مواطنين كرد تم اختطافهم دون أي سبب سوى ابتزاز المادي، وقاموا بإطلاق سراحهم بعد يومين بعد أدوات مالية تصل من 300 إلى 500 دولار أمريكي. وبسؤال عن وضعهم أنهم ليس لهم علاقة بأي دار ذاتية، والبعض منهم كان متواجدا في دمشق، يعني مدينة دمشق، ولم يعني يلتزم بأي شيء بأنشطة أو فعاليات إدارة ذاتية إبانة تواجدها في عفرين، فرغم ذلك تم اختطافهم وأجبروا على دفع الأدوات. دفعوا اللي تم الإفراج عنهم مبالغ ما بين 300 إلى 500 دولار، طيب ماذا لو لم يتم الدفع؟ يبقوا في السجن؟ نعم، يبقوا في السجن وتعرضوا للضرب والتعذيب، وقد يتحولوا بتهم سياسية كبرى إلى 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 سجون الاحتلال، يعني قصدا نقصد بذلك تحويل الشرطة العسكرية واستخبارات بتهم التعامل مع الإدارة الذاتية أو حزب العمال الكردستاني، وهذه ليس بالصعب أو ليس في المرة الأولى التي يتم فيها تحويل المواطنين الكرد الذين يدفعون دفع الأدوات. يعني علمت اليوم من أحد الأشخاص بأن في ريف عفرين في قريتي أحد أقاربه رغم بقائه في عفرين 7 سنوات ولم يعمل ضمن الإدارة الذاتية قاموا بابتزازه بتأخير بين دفع 700 دولار حتى 1000 دولار أمريكي، أو سيقومون بتلفيق تهمة لهم وبالتالي أجبر على دفع هذه الأدوات. طيب عادة الدفع الابتزاز المادي والدفع هو الوسيلة للإفراج عن المختطف، هل من وسائل متاحة أخرى مثل تدخل وجهات عشائرية أو من منظمات المجتمع المدني؟ هذه الإشكاليات طبعا التي نجدها في منطقة عفرين، إذا كان هو المختطف أو المعتقل من المستوطنين الذين تم توطينهم في عفرين يتم الضغط على هذه الفصائل من قبل عشائر أو وجهاء المجتمع المدني، أما بالنسبة للكرد لا أحد يستطيع أن يتدخل ويدافع عنهم سوى بدفع الأدوات المالية فقط، ولا يمكن لأي شخص آخر يتدخل في مطالبة الإفراج عنهم. يعني نشهد عندما تقوم فرقة عمشات أو حمزات أو فصائل أخرى باختطاف أحد المستخدمين العرب في عفرين، نرى هناك احتجاج وتهجم على مقرات الأمنية ويتم إطلاق سراحهم بعد يوم دون دفع الأدوات. أما بالنسبة للكردي ليس له سند أو ما يدافع عنه سوى بأن يجبر على دفع الأدوات، سواء أرغم على بيع منزله أو بيع معونة بيته أو بيع زيتونه حتى يستطيع دفع الأدوات ومن ثم إطلاق سراحه. ما التبعات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار سرقة الزيتون واختطاف المدنيين في عفرين المحتلة؟ طبعا عفرين على غرار مناطق سوريا الأخرى هي تجتهد بزراعة الزيتون، واعتماد السكان الرئيسي على زيتون بنسبة 70% قبل الاحتلال، وكان معظم احتياجاتهم يتم تأمينها خلال مواسم الزيتون. أما بعد الاحتلال نرى بأن فرض الأدوات وقطع الأشجار وسرقة الموسم، كل هذه العوامل تتسبب في إفقار المواطنين الذين بقوا هناك، وبالتالي حتى أن ارتفاع تكاليف فلاحة الأرض وجور العمال وأسمدة وغيرها، وبالتالي لم يبقى لهم شيء حتى يستطيعوا سداد ديونهم أو تأمين معيشتهم. من جهة أخرى كما أنت أشرت إلى موضوع الاختطاف والاعتقال عندما لا يوجد هناك فرص العمل وفي ظل فرض الحصار أو الاعتقال واختطاف والسرقات وغيرها، وبالتالي نرى حتى المنظمات المعنية التي في عفرين تدعي إنسانية خيرية لا تقدم خدماتها للمواطنين الكرد المتبقين فيها. هذه العوامل تدفع بالمنطقة إلى سياسة التجويع والإفقار، وبالتالي تجبرهم على التهجير مرة
من بقي في هناك، وبالتالي السعي التركي دائم الى تغيير ديمقراطيه المنطقه وتثبيتها، وهذا ما نشهده من خلال معالم تسمية اللغه التركيه والعمله التركيه وايضا العلم التركي، وبافتتاح مركز الثقافه التركي في عفرين، ايضا بدعم تركمان وبناء المستوطنات، وايضا منع عوده المهجرين الكرد او الذي يعود يتعرض للاعتقال والاختطاف ودفع اثوات ماليه كبيره والحاق تهم جائزه. طيب المزارعين، العائلات، كيف عم يتاقلموا مع فقدان مصدر الرزق الاساسي؟ تتحدث عن انه 70% تقريبا من اهالي عفرين كانوا يعتمدون على الزيتون، الان لا نعرف كيف الوضع. طبعا الوضع أسوأ بكثير جدا، نحن نتواصل بشكل يومي مع في الداخل ونتحدث عن الوضع الاقتصادي، حتى ان من لديه قطعه ارض يقوم بزراعتها، كما عارفين مشهوره بزراعه الفواكه في ريف شراوة وفوطة وعندارة وغيرها، لكن أيضا يتم منع تصدير هذه الخضروات والفواكه خارج سوق عفرين المحلي، هي تكون عرضة لانخفاض وبالتالي ارتفاع أسمان المواد الكيماوية السماد وغيرها. وأيضا الاحتلال التركي يقوم بكثير من الأوقات بتحويل مجرى مياه البحيرة ميدانكي إلى السد في تركيا، وبالتالي حرمان مواطنين المياه يجبرون على حفر الآبار وأيضا بشراء المازوت بأسعار مرتفعة. إذا كل هذه العوامل نرى بأن هناك اتجاه سلبي تجاه المواطنين الكرد في عفرين، ونظر إليهم نظرة دونية ليجبرهم على التهجير، ومن يتلقى بعض الحوالات من أولاده في الخارج يعني حتى يستطيع تأمين رزقهم، حتى أمام هذه مكاتب الحوالات والصرافة نجد هناك عناصر الفصائل يقومون بمراقبة من يتلقى حوالة، وبالتالي يقومون بسلبه وتشريحه على الطرق. طيب إلى أي مدى تستطيعون متابعة وتوثيق جملة هذه الانتهاكات في عفرين المحتلة؟ طبعا نحن بدورنا كمنظمة حقوقية مستمرة في رصد توثيق الانتهاكات و مشاركتي مع الجهات الفاعلة في المنظمات الدولية، لجنة التحقيق الدولية والأهلية الدولية المحايدة والمكتب الوسطي للأمم المتحدة. طبعا في هناك صعوبات في هذا الخصوص، ورغم ذلك نستطيع أن نقول بأننا على تواصل دائم مستمر مع الداخل العفريني ومع المنظمات الدولية التي تقوم بدورها برصد توثيق، ونعلم ان ضعف اداء المنظمات في الوقت الحالي، نتامل بتفعيل هذه القرارات في المرحله المقبله بعد حلحله وضع السوري وتطبيق قرار اممي 2254. هناك محاولات قانونيه لمحاسبه الفصائل الارهابيه تعملون عليها؟ طبعا كما اسلفت يعني في الوقت الحالي لا نستطيع ان نفعل شيء بهذا الخصوص سوى بلجوء من تعرض للانتهاكات والاعتداء وضرب غيرها بتقديم دعاوى الشخصيه في الدول الاوروبيه ذات الولايه القضائيه العالميه مثل المانيا وبلجيكا وغير هذه الدول. يعني اذا في حال ان من تسبب الانتهاكات متواجد في هذه الدول يعني، اما غير ذلك لا سبيل سوى التوثيق هذه الانتهاكات ومشاركتها مع المنظمات. هل ما الخيارات المتبقية أمام سكان عفرين في مواجهة هذه الظروف؟ وهل بات يفكر يعني قسم كبير منهم بالهجرة رغم تحمله قسم كبير منهم لهذه الانتهاكات؟ القسم المتبقي يعني. أو عفوا ممكن إعادة السؤال لأنه لم أسمع جيدا. يعني الخيارات المتاحة أمام أهل عفرين في مواجهة هذه الانتهاكات ما هي؟ وإلى أي مدى تدفعهم هذه الممارسات لمزيد من التهجير؟ طبعا الخيارات أمام الأهالي فهم صامدون حتى الآن وسيبقوا صامدين حتى كبار السن وغيرهم الذين يتعرضون لانتهاكات، ورغم ذلك يرفضون الخروج من عفرين ويتشبثون بأرضهم، ونحن نقف إلى جانبهم كل ما نمكن من رصد توثيق، وبالتالي
أعتقد أن الموضوع سيحتاج إلى وقفة تضامنية أقوى، وحتى مع الجهات الكردية أيضا أن تتفاعل مع المتعاقبين وتقف جانبهم في المحافل الدولية، وخاصة أهلنا الكرد في رجباء وفي عفرين، خصوصا المتواجدين في أوروبا، عليهم القيام بالمظاهرات والاحتجاجات أمام المحافل الدولية للحد من هذه الانتهاكات وتخفيف وضعها. من ريف حلب الشمالي إبراهيم الشيخو الناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك.